اللي عملته ده تصرف أهوج مفهوش إحساس بالمسؤولية إطلاقا. يا فندم يا فندم، أنا لقيت الدكتور هيبوظ لنا الدنيا والموضوع هيفلت من إيدي. وهو كده لسه ما فلتش؟ إحنا برضو ممكن نلحق يا فندم. نلحق الحقيقة يا فندم، الدكتور حسان أصر على تبليغ الحادثة للنيابة وبلغوها فعلا، ومطلوب منا دلوقت نعمل إشكالات مع النيابة العامة. ويا راحت يا جد وتقول لي نلحق. لو سمحت لي سعادتك، سيب لي الحكاية دي وأنا هتصرف فيها بمعرفتي، وأوعد سيادتك إني هصلح غلطتي بأسرع ما يمكن. ليه؟ وأنا محرمتش؟ أنا اللي غلطان إني بعتمد عليك في مهمة حساسة زي دي. يا فندم صدقني يا فندم، أنا ما كانش قصدي عوره، هو اللي اتخبط في سيف الباب. مش ده اللي يهمني يا فندم، اللي عاوز أعرفه إزاي خطر في بالك إنك تسيبهم يودوه مستشفى عام؟ هو إحنا كنا عاجزين إننا نعالجه من غير شوشرة؟ أنا فوجئت بالإسعاف موجودة يا فندم. فوجئت يا فندي؟ لازم تفهم إن عملنا يستوجب إنك ما تفاجأش أبدا، ويوم ما تفاجأ بأي شيء مهما كان تافه تبقى ما تنفعش تشتغل معانا أبدا. إزاي الحال دلوقتي يا دكتور حسان؟ وكيل النيابة لسه ما جاش؟ جاو موجود عند البيه المدير. روح اندهيله لو سمحت بسرعة، ما فيش وقت، روح اندهيله بسرعة، لو ما جاش هتحصل كوارث، فهمي كده. بسرعة. اهو جا. صباح الخير. طيب صباح الخير يا دكتور حسان. حضرتك وكيل النيابة؟ انا عاصم رفعت وكيل نيابة الشرطة. تشرفنا. لو سمحت يا مدموزيل سيبينا لوحدنا شوية. حاضر. يا أخ عاصم، أنا اترزعت على جامدة قوي، اتهانت إنسانيتي وقدسية العلم في شخصي. ارتاح. ما تقطعنيش لو سمحت وفهمني. فضل. رغم كل اللي حصل لي ده أنا بقولك أنا مش مهم. تسيبني دلوقتي وتطلع جري على منزل الفنانة أمالي المليجي، يمكن تلاقيها لسه عايشة. فتبصليش كده، أنا مش مجنون، أنا سايبها في وسط وحوش أدمية، يا تلحقها يا ما تلحقهاش. يا سيدي كل اللي أنت عايزه هيحصل، بس أرجوك واحدة واحدة وفهمني بالظبط إيه اللي حصل. يا حبيبي لما ترجع هبقى فهمك كل حاجة، بس المهم دلوقتي إنك تلحقها، زمانهم فشفشوها. هما مين دول؟ الجماعة بتوع التسجيل. تسجيل؟ تسجيل إيه؟ ما هم حطوا التسجيل في البلكونة. هي شافته، جت ترميم البلكونة، طلع لها راجل من البلكونة كان هياكلها أكل. حلو. جيت أحوش أنا كان هيرميها أهلها كمان من البلكونة. يا دكتور بلكونة إيه وتسجيل إيه؟ وانت عرفت منين ان هو جهاز تسجيل؟ فهمني. انا ما عرفتش انه جهاز تسجيل، انا افتكرته راديو. بس هي عرفت انه جهاز تسجيل. وهي عرفت ازاي انه جهاز تسجيل؟ متعوده على كده. اكيد بيسجلوا لها ليلاتي. المهم ده كله مش مهم. المهم دلوقتي انك تلحقها، هتروح تقابلها. وتقعد معاها لوحدك. فهمني، لوحدك. هتسمع منها حاجات تودي في ده، حاجات في منتهى الخطوره. بخصوص ايه يعني؟ روح انت الاول اسمع منها بنفسك، مفيش وقت. ايوه حاضر، لكن ما لكنش ولا حاجه. لو سمحت جيب الشنطه دي. جيب الشنطه دي. حاضر. اتفضل. افتحها. نعم. افتحها. حاضر اهي، في نوتة صغيره كده طلعها لو سمحت. دي السماعه يا استاذ. ما انا عارف انها السماعه. انا عارف. حاضر. على مهلك. نوتة زرقاء صغيرة. أيوة لو سمحت افتحها. حاضر. افتحها، هتلاقي فيها شوية أسامي ونقط هامة جدا. هتروح تقعد معاها وتسألها على الأسامي دي والنقط الهامة دي. أيوة. هتحكي لك كل حاجة وتعزيزها خطورة، شيء في منتهى الخطورة. يا أستاذ انت قاعد ليه؟ بسرعة وحياة والدك. أهلا عاصم بيه رفعت على ما أظن. أيوة فندم. إبراهيم الحاوي. تشرفنا فندم. ممكن كلمتين مع سعادتك؟ أيوة فندم، بس أصلا كلمتين مهمين قبل سعادتك ما تتخذ أي إجراء لو سمحت. Thank you.
يعني احنا كلنا ثقة ان سعادتك تقدر ظروفنا وتراعي سرية عملنا. انا مضطر استأذن واسيب راتب مع سعادتك ترتبوا المسألة مع بعض. نعم. تحلها سعادتك بالطريقة اللي تشوفها، بس المهم تراعي الظروف اللي قلت لسعادتك. أفندم. صباح الخير. صباح النور. أنا عاصم رفعت وكيل النيابة. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. المدام صحية؟ والله اتفضل حضرتك، اتفضل. صباح الخير. على كده يا سعادة البيه، من ساعتها لا بترد ولا بتصد ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتعمل حاجة خالص. جبت لها دكتور؟ لا والله يا بيه ما جبناش. تاني هنجيب دكتور. طب اتفضل كلمها حضرتك يمكن ترد عليك. لا معلش. ست هانم، كلمي البيه ست هانم. اه يا هانم. معلش سيبيها مستريح شوية. حاضر. لو سمحتي كوباية مية. حاضر. برافو يا يونس، حقيقي برافو. لما اقول لي في حد غيرك كان بيصور هناك؟ يا فندم الحاجات دي محدش يقدر يعملها غير يونس الانور. وبعدين انت عارف. عارف عارف بقول لك في حد غيرك كان بيصور. لا يا فندم ده يعني انا يعني وصلت الحته محدش يقدر يدخلها غير يونس الانور. ما تعرفش سيادتك حصل ايه هناك. غمست الشغاله باتنين جنيه دخلتني اوضه، كل ما اغمزها يا فندم باتنين جنيه تروح مدخلني اوضه، بص الاقي فيها مجزره، كل ما تدخلني اوضه بص الاقي فيها مجزره، وانزل تصوير، هات يا تصوير لما صورت كل حاجه هناك، دخلتني اوضه ما صورتش حاجه يا فندم. الله يخليك. المهم انك غمستها باتنين جنيه. ايوه يا فندم غمستها، والله يا فندم ما تعرفش يعني ما فيش حاجه في الزمن ده يا فندم ببلاش، كل حاجه بالغمز، والله يا فندم. خلاص خلاص، هدي لك الاتنين جنيه بس. ايوه يا فندم انا واخد بالي، وبعدين التاكسي رايح وتاكسي جاي كمان يا فندم. كده اهو. الله يخليك. حاضر. تطلع من هنا على المستشفى على طول، تقابل الدكتور حسان وتعرف منه كده بحداقه. ايوه ايه اللي حصل، فاهمني؟ ايوه فاهمك، بس فاهمك يا فندم، انت يعني الديوك خلصت يعني. الايه؟ الديوك. يعني اتفضل. خمس ديوك اهو يا عم. ربنا يخليك يا فندم. ينفعوك؟ ربنا يخليك، ده حاجه يعني انت حظك نار. الله يخليك. 10 ديوك يعني. ربنا ما يحرمنا. سلام عليكم يا فندم. خد تعالى هنا. أيوة. سلام عليكم. ايه؟ ايوه يا فندم. انا لسه كملت. ايوه تطلع من المستشفى على فيلا امال المليجي. أيوة. ما تتنقلش من هنا. طب ايوه انا واخد. طب لازم ابعت يعني ولا اغمز لل ما تسيبك من حكايه الغمز دلوقتي. ما فيش غمز بقى، خلاص افهمني. البوابه خلاص. تقف على باب الفيلا. اي حد يخرج او يدخل تصوره، لازم يكون لي صوره. اي مخلوق يدخل الفيلا اقتله يا فندم. انا اموته بقى ولا؟ نعم.
ما هو حاجة من الاثنين، لا صوره لا موته. أصوره لك قتيل واجيبه، أنا ماليش دعوة. يونس. أيوة يا فندم. أنت مبسوط من اللي أنت بتقوله ده؟ يعني أنا الحقيقة قلقان يا فندم. فهمني يا يونس كويس. أنا واخد. تدخل على الفيلا من جوه. أيوة واخد. لو وصلت لأوضة أمالي المليجة وعرفت تتكلم معاها يبقى برافو عليك. الله يخليك، طب لازم أغمزها بأي حاجة. تغمز مين؟ هي اللي تغمزني بقى، ما دام هي اللي هتتكلم، ما لازم تغمزني بأي حاجة. أقول لها إيه؟ ما انا مش عارف اقول لها ايه. طيب شوف بقى، تقدر تعرف ايه اللي حصل منها بس بحداقه، فهمني بحداقه. كفايه كفايه بقى، كفايه كفايه. ارجوك تهدي شويه. انتوا عايزين مني ايه؟ خدوني موتوني بقى وخلصوني. يا ست هانم، يا ست هانم هدي نفسك، ده سعاده البيه وكيل النيابه مالوش دعوه بحاجه خالص. انا عاصم رفعت وكيل النيابه. الحقيقه انا جاي لحضرتك عشان اعرف ايه اللي حصل للدكتور حسان فهمي عندك هنا بالظبط. هو أصر على كده إن أجي لحضرتك الأول قبل ما يتكلم معايا. يا سلام، بحضرتك ما تعرفش حاجة. أنت عايز تفهمني إنكم ما تعرفوش حاجة. يا حضرة المحقق، حضرتك جاي تصيغ التحقيق في شكله القانوني علشان توهموا الناس إنكم بتحققوا العدالة. يا مدام أمال، أرجوك. مصلحة التحقيق. الله. طبعا صدقيني التحقيق مش هيجامل حد على حساب حد مهما كان موقعه. يا أستاذ أرجوك تفهمني، أنت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ صدقيني أنا لا بضحك عليك ولا بضحك على نفسي. يا خسارة يا خسارة، مع إنك لسه صغير. تقصدي إيه؟ أقصد إنك لسه شاب. وعيب، أكبر عيب إنك ممكن تجيد الكذب للدرجة دي. مش ممكن يا مدام أمال، أنا ما بكذبش. برضو خسارة. شوف، أصل الناس دول هيعملوا حاجة من الاثنين، مش ممكن يسيبوك كده، يا إما يلوسوك يا إما يموتوك. صدقيني حضرتك متشائمة جدا. متشائمة؟ أنت اللي متفائل. أمال يا مدام أمال، أنت حضرتك فنانة كبيرة أوي، أنت ياما زرعت فينا الأمل، زرعت فينا الأمل. غلط غلط. قول كنت بتاجر بالحب، كنت بتاجر بالأمل، وديني بدفع الثمن. أنا بدفع الثمن. يا مدام أمال ما تبقيش قاسية على نفسك للدرجة دي. لا لا، أنا كدبت عليكم، أنا كدبت عليكم وكدبت على نفسي، وديني بدفع الثمن دلوقتي. أنا بدفع الثمن دلوقتي، أنا بدفع الثمن. اقسم بشرفي ان ما غرت من وشي. حلوه حلوه يا فندم، اداني بقى خد شو اسقط، اداني بقى الناحيه دي، اديني الناحيه دي يا فندم. ليه يا فندم كده بس؟ انا اسف يا فندم، ما اني والله كنت جاي ازور حضرتك يا فندم. الف لا باس عليك، وكنت جايب معايا 2 كيلو حله محشي، انما هايله يا فندم ما رضوش يدخلوني بيه. هايله يا فندم ما رضوش يدخلوني بيه. انا اسف يا فندم، امشي انا بقى، اروح ماخد الاثنين كيلو الاستفند بقى، ما دام انت مش عايزنا ازورك اسيبهم لك. اسيب لك الاثنين كيلو، هات 3 جنيه خلاص، حق 3 جنيه. السلام عليكم يا فندم. بص حضرتك، بص ثانيه خلاص يا فندم، كمان واحده يا فندم. هو ده يا فندم اللي انا عايزه يا فندم، بمنتهى السهوله يا فندم. انا بعمل يعني سبق صحفي يا فندم، فلازم تقدر موقفي. موقفك انت؟ ايوه يا فندم. امال ايه؟ انا مهمتي انه اطلع الراي العام على الحقائق اللي بتهمه يا فندم. الرأي العام؟ أيوة فندم. الله، الناس من حقها تعرف ما يدور في كواليس حياتهم يا فندم. الكلام اللي انت بتقوله ده انت فاهمه كويس؟ يعني هو مؤكد يا فندم، انا متأكد، بس هي كلمة كواليس دي اللي انا شاكك فيها شوية يعني. لا، ولا انت ستك بتخالفني في الرأي يا فندم؟ يعني انت عايز تعرف الحقيقة وقادر على نشرها على الناس؟ الله طبعا يا فندم، ما احنا ما يعني انا هنام ربع ساعة كده والنبي وربنا يخليكم. انت بتشتغل في جريدة ايه؟ يعني في جريدة الازهار يا فندم. عند احمد عمار؟ ايوه. يعني احنا الاثنين هو بيعتزل. يعني احنا الاثنين هو بيعتزل. مش هطلع بره. ليه يا فندم؟ بره. طب بره، مش عايز اشوف خلقتك بره. طب خلاص ادهاني بقى تاني بقى حتى واحد. ليه يا فندم بس كده يا فندم؟ ليه؟ ما انا جاي اعمل معاك سبق صحفي يا فندم، يعني يرضيك كده يا فندم؟
وبعدين انت يعني انت بتغير من احمد بيه عمار عشان هف منك كده. والله العظيم يا لا اكد لساتك ان احمد بيه عمار عمره ما كان بين وبين امال المليجه يا فندم اي علاقه يا فندم، مفيش بينه وبين اي حاجه، اكد لك ده والله. وبعدين احمد عمار هيغير منك انت ليه؟ وعشان كده يا فندم هينشر كل كلمه انت هتقول، لانه يهمه انه يحافظ على ثقه القراء ويكشف الحقائق واضحه يا فندم. وبعدين انا يعني من المعتقد وحتما وربما سيادتك تكون عايف، انا شايف ان من المنطق انت باين عليك اطبش ما بتشوفش خالص. الله يسامحك يا فندم، انا سلمت امري الى الله. وبعدين يا فندم انا جاي عشان اكل عيش يا فندم واعمل معاك حديث صحفي، ومستعد اتنازل عن معك هذا الحديث واجري معك هذا الحديث الصحفي. حضرتك هكتب هتقلم لو سمحت يا فندم. احمد عمار دايما روح قول لاحمد عمار بتاعك انه مهما حاول يلبس ثوب الراجل الشريف ويعرف الحقيقه عشان يخفيها او يزيفها عن الناس، قول له خلاص يومك قرب والناس هتعرفك على حقيقتك غصب عنك، فاهم؟ مدام امال صدقيني انا مصمم امشي في التحقيق للنهايه وبعداله كامله، مش ارضاء ليكي او مجامله، بالعكس، لان دي المهمه اللي كلفني بيها المجتمع، ولو مش قدها ما اشتغلهاش. يعني انت شغلتك انك تكتشف الحقيقه وتحقق العداله؟ شغلتي اكتشف الحقيقه واقدمها للقضاء عشان احقق العداله. طيب واذا انا حطيت ايدك على الحقيقه دي هياخد مجراه تحت اي ظرف؟ العدل هياخد مجراه تحت اي ظرف. يعني اذا شفت مظلوم تقدر تنصفه؟ بالتاكيد. حس كده انا هطلب منك ملف التحقيق اللي فيه اسباب اعتقال خالد ابو المعاطي. خالد ده شاب زيك كده نظيف، حاول يكتشف الناس اللي بيحاولوا يلوثوا حياتنا فاعتقلوه. يا مدام امال ده موضوع تاني خالص. بالعكس ده هو ده الموضوع الاولاني. ارجوك ما تتنكرش لكلامك اللي لسه ما خرجش من باب الاوضه. يا مدام امال انا ما بتنكرش لاي حاجه، المفروض اللي له نشاط سياسي متطرف بيعتقل وبعدين بيتقدم للمحاكمه وبعدين. لا 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 لا، خالد ملوش اي دعوه بالكلام ده. خالد ملوش اي نوع من انواع النشاط السياسي المتطرف ابدا صدقني. الله، امال اعتقلوه ليه؟ وشايف هو حاول يكتشف الناس دول فوشوا بيه زحوه من سكتهم. ايه انت مش مصدقني؟ معلش معلش، انت لما تعرف الناس دول بيعملوا ايه وبيتصرفوا ازاي هتتاكد ان اللي حصل لخالد ده كان لازم يحصل. مدام امال ارجوكي، مين الناس دول بيعملوا ايه؟ صدقيني لو خارجين على القانون لازم ياخدوا جزائهم. قانون؟ ايه اللي بيضحكك؟ القانون يا استاذ عاصم، اي مجرم في العالم بيبقى عارف القانون اكتر من القاضي نفسه. صدقني انت عارف ليه؟ لان المجرم ده علشان يبقى مجرم محترف وما يقعش ابدا لازم يبقى عارف القانون. الناس اللي انا بكلم حضرتك عنهم دول من النوعيه دي، عارف يعني ايه ما يقعش ابدا؟ يا مدام امال حضرتك بتبالغي في تصوراتك جدا. لا ابدا صدقني صدقني يا استاذ عاصم، حضرتك مش متصور بشاعه اللي بيحصل لنا. اصل بتبص للدنيا وانت حاطط نظاره القانون على عينيك، عشان كده شايف ان كل شيء عادي ومظبوط كله تمام. اتفضل اقعد، هقول لحضرتك حاجه. اتفضل اقعد. اتفضل استاذ عاصم. نعم. انا هطلب من حضرتك حاجه. اتفضل. ارجوك شيل النظاره دي من على عينيك لحظه علشان تعرف تتفرج، عشان تعرف تشوف الانسان ازاي ممكن يتخرم من جواه، عشان تعرف تشوف ازاي الانسان ممكن يتسلم من جواه انضف ما عنده. احنا يا اما ندور مع العجله يا اما نتزحلق ونقع تحتيها فتدوس علينا، وللاسف القانون بيبقى مدينا ظهره. مدام امال نخلينا عمليين شويه، انا النهارده هفوت عليكي تاني بعد الظهر ومعايا كاتب التحقيق، تقدري تقدمي اي بلاغ على مسؤوليتك، صدقيني انا هكون عند حسن ظنك. اما حكايه الدكتور حسان فهمي فانا. انت شفت الدكتور حسان؟ ايوه انا كنت عنده في المستشفى ورجع لي تاني. ارجوك سلم لي عليه. حاضر. ارجوك تقول له حاجه مهمه قوي، قول له فاكر كلام امال قالت لك لو نويت مش هتلحق. طبعا انا ما يرضنيش الكلام ده،
وعشان كده ما كانش ممكن اسمح بان حد ايا كان انه يطلع على الصور دي، وعشان كده حرصت ان اجيبهم لسعادتك بنفسي علشان تكون مطمئن، خاصه وان المصور بتاعنا كان هو الوحيد اللي موجود ساعه الحادث. يا احمد بيه، احنا طبعا ممنونين من الروح دي، لكن الصور دي مش لها نيجاتيف. ايوه موجود يا فندم. سعادتك تؤمر. الحقيقه يا احمد بيه، انا كنت بفكر اتعرف عليك من مده كبيره، لكن لسوء حظي الظروف ما ساعدتش. انا سمعت كتير عن سعادتك من الاخ راتب. وعلى فكره الاخ راتب بيشكر في سعادتك جدا، وبيثني على الروح العظيمه اللي سعادتك بتتعامل بيها معاه ومع زمايله، لدرجه اني ما اكذبش على سعادتك لو قلت اني استفدت كتير من اللي سمعته عن سعادتك في اداره العمل عندي في الجورنال. راتب ولد كويس، بس يا خساره اليومين دول مش عاجبني، دماغه ملخبطه وعصبي بدون مناسبه. انت عارف ان شغلنا محتاج لهدوء اعصاب وحكمه في التصرف وتركيز. تمام يا فندم، مظبوط، بس مش يمكن يا فندم يكون عنده ظروف عائليه، ظروف شخصيه غريبه؟ خير يا فندم؟ لا، واضح انكم تعرفوا بعض من مده طويله، مع انه عمره ما كلمنا عن صداقتكم. مالوش حق راتب. هو راتب عارف ان سعادتك دايما مشغول، فبيقدر الظروف يعني. فعلا فعلا تلاقيها كده بالظبط. راتب انسان ذكي ويعرف الوصول. ليه يا احمد بيه كده بس؟ وحصل ايه يعني؟ الراجل ابتدى يشك فيا، بدأ يعاملني بطريقه مش طبيعيه من ساعه انت ما زرته. ما كانش في داعي ابدا للزياره دي. انا حبيت اسندك، خصوصا ان موقفك بقى حساس. ايوه بس مش بالطريقه دي، كان لازم تسالني. انت ما تعرفش الحاوي ده، لو حاول صدقني الراجل ما شكش في حاجه خالص، ده حتى قابلني مقابله لطيفه جدا. ايوه بس مش بالطريقه دي، انت اصلك ما تعرفش الحاوي ده نبو ازرق، ده لو اكتشف الحكايه دي هتبقى مصيبه مصيبه. ما تخافش كده امال، لو انت فاكر ان نبو ممكن يبقى ازرق بعد ما عرف اننا بقينا اصدقاء. ما هي دي المصيبه، انت اصلك ما انتش فاهم، ما انتش مقدر المساله ازاي. انت عارف ان هو اللي بعتني ليك دلوقتي؟ اشمعنى؟ قال لي روح اتاكد ان احمد محتفظ باي نسخ من الصور ولا لا. يعني ايه؟ تفتكر انه قاصد انك تقابلني و... طبعا. الحاوي من الناس اللي بتشك في صوابعها. على كل ما يهمكش، المهم تمسك اعصابك وتتصرف بثبات. افهمني، انا هدي لك نسخه من الصور اللي عندي، ترجع له بيهم وتقول له انك انت اعترت فيهم بمعرفتك. تقصد ايه؟ ولا حاجه، سيبه يشك فيا انا، المهم تطلع انت قدامه موقفك سليم. اعمل اللي بقول لك عليه ومالكش انت دعوه، سيب الباقي عليا. احمد بيه، احنا كده بنلعب بالنار. بنلعب بالنار، بس هنحرق اللي احنا عايزين نحرقه. احمد بيه، عيب. طب والعمل هنتصرف ازاي دلوقتي؟ ولا حاجه، الممثلات على قفا من يشيل. يا سلام، بس المهم نتاكد الاول من الاخبار دي. بقول لك دي جننت، دي ضربت الراجل بكرسي فتحت له دماغه. وايه يعني؟ مش يمكن يستاهل الضرب؟ بالعكس، ده راجل امير وطيب، انا اعرفه. كان زميلي معايا في المدرسه. الله. ثم ان الراجل اتهمها صراحه في تحقيق النيابه. مش عرفها؟ انا اطلعت على محضر التحقيق بنفسي. اصل وكيل النيابه صاحب ابن خالتي معوض، ما انت عارف يا اخي. والله يا عاطف يا اخويا انا ما اصدقش الا ما اشوف بنفسي. حكم انت كلامك ما بيصفاش الا على الربع كده، وانا مصور تلت الفيلم لحد دلوقتي، وعشان اعيده هتكلف الشيء الفلاني. خلاص، اتاكد بالطريقه اللي تعجبك، بس لو ثبت لك كلامي يبقى موت وخراب ديار. ده انا قابض تمن الفيلم مقدم. انا كنت بتقول الممثلات على قفا من يشيل. ايوه بس الناس طالبينها هي بالذات، ما انت عارف. اسمع، انا عندي فكره. ايه؟ ما تروح تزورها بنفسك. انا؟ لا يا عم، انا مش مستغني عن روحي. اسمعني يا عاطف، طب نروح لها سوا، نأمن على نفسنا قبل ما نروح. يا جدع اتكلم جد مرة في حياتك. صدقني دي أول مرة بتكلم فيها معاك جد. افهمني يا عاطف، هنروح لها بحجة حلوة قوي. حجة؟ حجة إيه؟
بلاش يا بيه، ربنا يخليك يا بيه، سعاده البيه بلاش بلاش تطلع بيه والنبي. انت اتجننتي يا بنتي يا زينات ولا ايه؟ ليه بس يا سعاده البيه، انا ذنبي ايه؟ انا عبد مأمور. الست قالت لي يا زينات ما تخليش ولا الجن الازرق يطلع فوق عندي، يعني ما تخليش ولا الجن الاحمر يطلع فوق عندي. اعمل انا ايه بقى؟ طب اوعي من سكتي يا بيه. ليه بس؟ اوعي من يا بيه بس. اوعي بقول لك. طب بقى يا بيه، الله الله الله، اشمعنى بقى فتح بين نهراوي يطلع لها؟ ها، على الاقل احنا جايين لها في شغل. يا سعاده البيه، يا سعاده البيه، انا عبد مأمور، قالت لي لو الجن الازرق ما يطلعليش فوق، اعمل انا ايه؟ ومع ذلك اقول لك يا بيه، اقول لك يا سعاده البيه، اطلع قول بيت وماشيه، اطلع واطلعوا كل وماشيه، اطلع واطلعوا كلكم، خلاص انا ماشيه. اطلع ولا يهمك. طبعا هطلع لها، بس اما ينزل فتح النهراوي وافرض ما نزلش. الله، امال يعني هيروح فين؟ مش يمكن ترميه من الشباك يطلع من بره بره على المستشفى. امال امال لازم تفكر كويس قوي قبل ما تاخدي اي خطوه. متشكرة أوي يا فتح بيه، أنا عند حسن ظنك، أنا فكرت كويس أوي. طب أنا أمانة حبيبتي مانيش فاهم أي أهمية اللي أنت بتقوليه ده، إيه لازمته يعني؟ هو بعتين لك في النيابة علشان تحطي أقوالك في حاجة واحدة، حادثة معينة اللي هي حادثة الدكتور. أنا هحط شهادتي في كل شيء. إيه؟ بس أنت كده بتخسري كل الناس. أني ناس؟ الناس اللي انت تقصدهم دول مش ناس، دول محسوبين عليا، وانت اول واحد فيهم. امال امال، انت عارفة شعوري بالنسبة لك شكله ايه؟ عارفة احساسي بالنسبة لك كان ايه؟ دي عشرة عمري امال، انت عارفاني كويس قوي، وثقي بشرفي ان اي تصرف انا تصرفته معاك كان بحسن نية. حسن نية؟ طبعا. متشكرة قوي، لكن برضو انا هقول رأيي للناس، الناس اللي مالهمش اي دعوة بعشرتنا. الناس؟ ايوه، انا بكرة الصبح هعمل مؤتمر صحفي وهقول فيه كل شيء، هقول الحقيقة مهما كانت جرحة او مؤلمة. بس ده جنان. يا سلام. طبعا جنان. الجنان الحقيقي، الجنان الرسمي، ان انا جمعتكم انتم علشان اقول لكم الحقيقة. اقول لكم الحقيقة ليه؟ ما انتوا عارفين كل حاجة، ده انتوا طبخينها سوا. انما العقل، منتهى العقل، ان انا اجيب الناس واجمعهم واقول لهم الحقيقة علشان عليكم. امال انا بحذرك للمرة الاخيرة، انت كده بتدمري نفسك، بتأذي نفسك عن كل الناس. متشكرة قوي، وفر نصايحة، ألف شكر، خلاص ما بقتش محتاجة نصايحكم الغالية دي. يا أمال انت كده بتدمري نفسك. فتح. نعم حبيبتي. اطلع برا. بتقولي لي أنا؟ اطلع برا. أنا اطلع برا؟ برا. حاضر حاضر، هطلع برا يا امل هانم يا مليجي، لكن اقسم لك بشرفي. صدقت يا سيدي اللي قلته لك؟ جالك كلامي؟ بقول لك اتجننت. مفيش بقى غير اننا نمشي من هنا، واذا كنت عايز تقعد اقعد انت. اهلا اهلا. اهلا يا يونس، ازيك يا يونس؟ الله يخليك. كيفك انت فين يا يونس؟ يعني كنت في حته بقى. انت خدت الفلوس اللي عملت بيها ايه يا اخويا؟ صرفتها، اسكت بقى انا ماشي. بقول لك لو سمحتي اطلع للمدام قولي لها يونس الانور موجود تحت. لا لا، ما اقولش لحد حاجه خالص خالص خالص، بطلت بقى. اطلع انت قول لها اللي انت عايزه، انا ماشيه وسايبه البيت خالص. مع السلامة. اسمع يا عاطف، بلاش عبط، بقول لك انت هتستناني هنا هوت، واطلع لها انا اديها الشيك وانزل على طول.
ايه ده؟ مؤاخذة يا فندم، معلش انا اسف. معلش يا فندم، انا ممكن لو سمحت هتعرف على السادة الكرام. عاطف الساهي ناقد الفن المعروف. ثانية واحدة اكتب الاسم بس. القلم فين؟ ما معكش قلم؟ لا معايا. القلم اهو. الله يخليك يا فندم. عاطف الساهي الناقد الفن المعروف. عاطف الساهي الناقد الفني المعروف. الاستاذ بدر التمام. بدر التمام المنتج السينمائي المشهور. المشهور. عاطف انا هطلع لها انا. ها استناني دقيقة واحدة، وإذا تأخرت هبلغ البوليس. إذا تأخرت هبلغ. شلون؟ إيه تكتبي. لا مؤاخذة يا فندم، أنا آسف. هو الأستاذ بدر التمام جاي يتعاقد مع المدام على أفلام جديدة ولا حاجة؟ أمال هو جاي هنا ليه؟ جاي هنا ليه؟ جاي. أي فندم، لكن أنا سمعت يا فندم من برا إن هي مريضة وحاجات كده. علاجها الفن. علاجها الفن. اسألني أنا. أنا فندم لا، اسألني أنا. أنا الفن. الفن هو العلاج الوحيد للفنانة. هو العلاج الوحيد. والإسبرين برضك يا فندم. هو الفن. إمضاء عاطف الساهي. ربنا يخليك يا فندم. صورة يا فندم لو سمحت. صورة. تمام واحد يا فندم. بس السلام عليكم. تعال هنا. أيوة فيه. القلم. هقول لك نصيحة. صحفي بلا قلم كجندي بلا سلاح. ربنا يخليك يا فندم. هنا على المطار. فاهم؟ هطلع من هنا على المطار على طول، هاخد أول طيارة على أوروبا. مش ممكن اقعد في البلد دقيقه واحده بعد كده. فتحي وحياه والدك من غير عصبيه، فهمني ايه اللي حصل. افهمك ايه؟ احنا هنروح في 60 دقيقه علشان بنت مجنونه زي دي ناويه تعمل مؤتمر صحفي. طب اقعد بس واهدى وفهمني بشويش ايه الحكايه. افهمك ايه؟ دي ست مخها طائع، مخها ضرب، ناويه تعمل مؤتمر صحفي وبتهددنا انها هتقول فيه كل حاجه. مؤتمر؟ مؤتمر. زادناها قالت لي على الكلام اللي هتقوله بكره في النيابه. يا احمد كلام خطير جدا، لو قالته حق اقل ما فيها هنروح في 60 داهيه. انت بتضحك؟ داهيه ايه يا اهبل؟ يا احمد ده كلام. ثم هي بتير جدا، ثم هي بتقول ان عندها وثائق. وثائق؟ يا فتحي يا حبيبي، دي واحده مجنونه. فاهم يعني ايه مجنونة؟ يا اخي انت راخر مجنونة ايه؟ ده اعقل من 60 واحد زي زيك. ايوه بس الناس كلها فاهمة انها مجنونة. طب والناس هتفهم منين بس انها مجنونة؟ لا الناحية دي اطمئن خالص. نزل لها بكرة صفحة كاملة في الجورنال بالنادي فيها بمعالجتها على نفقة الدولة وبنؤكد انها مجنونة. فهمت؟ يعني اي كلام هتقوله الناس هتسمعه من هنا وهتموت على روحها من الضحك من هنا. عرفت يا نصر؟ بس يا احمد بيقولوا العيار اللي ما يصيبش يدوش. يدوش صحيح، بس يدوش المروشين اللي زيك كده. طب وبعدين؟ ده انا حجزت تذكره الطياره ليه انا ومراتي. اقول لمراتي ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، ما يضرش. سافر اتفسح لك يومين بس ترجع. ها؟ ترجع مش تهرب. خليك ناصح. قلت ايه يا ورك؟ انكم فاهمين المسائل ببساطه مزعجه. ده مع التحفظ الشديد، انا مش عايز اقول بهيافه مزعجه. ايوه يا فندم، بهيافه فعلا يا فندم. لكن عشان كده فهم انا جاي لحضرتك علشان تحط لنا النقط فوق الحروف يا فندم. لو سمحتي ممكن قلم يا فندم عشان اسجل على السبك الصحفي يا فندم. ده انت قلمك فين؟ خدوا احمد عمار مني يا فندم، معلش انا اسف. هو دايما يسبق مني الاقلام والله يا فندم. اتفضل يا بيه. الله يخليك يا فندم. خدامينك انت واحمد عمار. كميه الاجابات يا فندم اللي بتجي لنا يا فندم كميه مهوله جدا، هتبقى وبعدين الجمهور بيسال عن سر اختفاء حضرتك المده دي كلها، كميه مهوله يا فندم. وبعدين من حق الجمهور انه يسال والجورنال يجاوب يا فندم. قول لي من فضلك. ايوه يا فندم. جاوبني انت من فضلك. جاوبني انت من فضلك. انا لو جاوبت على الاسئله، كل الاسئله اللي انت عايز تقولها. تفتكر كده وتعتقد ان الجورنال بتاعكم ممكن ينشر الكلام بتاعي ده؟ أكيد يا فندم. أنت ما تعرفيش يونس الأنور يا مدام؟ يا سلام. أيوة فندم، يونس الأنور صحفي. يا سلام. في جريدة الهلال الأحمر. متهيألك يا عم يونس. أيوة فندم. أنت متهيألك. شوف، أنا تجربتي بتقولي حاجة من الاثنين. يا إما أنت شخص تجربتك قليلة ومحدودة في الحياة وعشان كده لازم يكون عظمك طري، يا إما أنك أخبس من سنك، وفي الحالتين مش ممكن ولا كلمة من اللي أنا هقولها هتتنشر في جورنال. يا فندم انا اقول لسيادتك، انا يعني ممكن انا قلت لحضرتك ان انت ممكن تثق فيا يعني، وعليا ان انا يعني اثبت لحضرتك ان انا مانيش عظم طري ولا انا اخبس من ذلك او حتى نلتقي يعني من الكلام اللي انت قلتيه ده. شوف شوف يا عم انور. شوف يا فندم، انت حتى لو انت اخبس او مش اخبس من ذلك، انا متاكده ان رؤسائك اللي بعتينك ليا دول بيخدعوك يا حبيبي. تاكد انهم بيخدعوك. مش ممكن ولا كلمه من اللي انا هقولها هتتنشر في الجورنال، مش ممكن. احنا جينا المساله. طب
ممكن أكلم حضرتك بصراحة؟ يا ريت يا ريت يا ريت ألاقي حد في الدنيا دي يقدر يكلمني بصراحة. أنا فندم أنا وحيرت والديك أتكلمني بصراحة. حاضر يا فندم. والله أنت عايشة؟ أيوة يا فندم ماما عايشة. والله ده دايما تدعي لك يا فندم. والله بتشوف أفلامي؟ آه شوف ده أنا شفت مرة الفيلم حضرتك آخر فيلم مش عارف اسمه إيه لكن هايل يا فندم. والله يا فندم هايل. كلمني بصراحة. قالت لي كلمني. نفس بني آدم يكلمني بصراحة. أكلمها بصراحة. أنا في أزمة. ايوه انا في ازمه. شوف يا فندم يعني انا اكلم حضرتك بصراحه. شوف بردون يعني إيه؟ المساله بردون. انت بتقول ايه؟ من انت هتقول لي بردون؟ ايوه انت هتقول لي بردون. يبقى مش هتتكلم بصراحه. ما هو ما فيش حد في الدنيا ممكن يتكلم بصراحه ويقول بردون. لا يا فندم يبقى خلاص. انا اقول لحضرتك ما فيش صراحه. لا صراحه انا عارفه بختي ما فيش صراحه. لو رحمه ام الغاليه لازم اقول لك يا فندم. لا هقول لحضرتك بس قول من غير بردون. حاضر يا فندم. لا ما فيش. احنا مالنا امال بردون. حاضر يا فندم. شوف يعني أنا عارف طبيعة العلاقة التي تدور بين أحمد عمار وبين حضرتك. إيه؟ طبيعة العلاقة التي دارت أو دارت في من الأيام بين أحمد عمار وبين حضرتك. أنت بتقول إيه؟ العلاقة أنت يعني. أنت تعرف إيه عن العلاقة دي بالظبط؟ لا شوفي بقى أنا أقول لك ولا يهمك يا فندم. أنا مؤمن جدا بالحرية الشخصية للفنان. أنت تعرف إيه عن العلاقة دي بالظبط؟ فهمني. وإن من حق إيه؟ الفنان إنه يعيش بالطريقة اللي تعجبه يا فندم. شوف انا اقول لك حاجه. انور كلمني بصراحه. هذا يونس الانور يا فندم. يونس الانور صح. الانور يونس كلمني. أيوة. بصراحه انت تعرف ايه بالظبط؟ قال لك ايه بالظبط؟ لا انا اللي عارف مش هو اللي قال لي ده. احنا فاهمين كل حاجه. انا مقطعين السمكه من راسها يعني. شوف اقول لستك حاجه. احمد جه عمار بيحبك وانت كده برضه. ايه انت بتحبيه وهو يعني مطنشك او انت مطنشاه حاجه كده يعني. مين اللي قال التطنيش ده؟ مين اللي دخل التطنيش ده في الصحافه؟ انا يا فندم ما اعرفش يا فندم. كل يعني انت يعني الاشكالات الفنيه شيء وامانه المهنه اللي انا بعملها دي شيء اخر. مين اللي قال لك الكلام ده؟ هو نفسه دايما يقول لنا كده. هو قال لك كده؟ امانه المهنه دايما يقول لنا امانه المهنه. قال لك كده؟ اه قال لي شعارات يا ابني شعارات. انت سمحت كلامه؟ كلامه واضح بالنسبه لك؟ هو انا شاكك. احيانا بيكون واضح بس هو يعني اهو احيانا بيكون واضح. اه ما فيش فايده. مش ممكن هتفهم ولا هتشوف ولا هتعرف الا اللي احمد عمار عايزك تشوفه وتعرفه بالظبط. انا فندم انا قلت لحضرتك ممكن اكلمك بصراحه. انت 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 كذاب. انت كذاب زي اللي بعتك فاهم. انت فهماني غلط يا مدام. مفيش منك كده. مفيش منه امل ابدا ابدا يا فندم. ما هو اروح بيتنا يا فندم. احمد بيه عمار هو اللي قال لي كده وبأمارة قال لي صور كل شيء تلاقيه في الفيلا. انت صورت؟ صورت ايه؟ زيناتي واديتها 2 جنيه. قالت لي قلت لها خدي عشان اصور كل شيء. انت اديتها 2 جنيه ولا خدت منها 2 جنيه؟ هي اللي خدت. هي اللي. طب اساليها فتشيها ده حراميه. وصورت زينات ليه؟ مين اللي قالك تصور زينات؟ هي زينات هي النجمه ولا انا اللي نجمه؟ هي الممثله ولا انا الممثله؟ ناخد لك صوره يا فندم. طب خد لي صوره ايه؟ طب ناخد للاباشوره صوره يا فندم. مفيش فايده. انا قلت انك انت ما انتش عارف حاجه. انا قلت انك انت ما انتش فاهم حاجه. مفيش فايده يا فندم. انا ماليش دعوه يا فندم. انا مالي. انا بعمل شغلي على اجمل وجه وبس. الله هو بقى ينشره يقطعه يبروزه ينيله. انا ماليش مش ممكن. مش ممكن. هي دي المشكلة. هي دي مش ممكن. مش ممكن. أنا قلت مفيش فايدة. مفيش فايدة. الناس دول حجنين. غصبني. مش ممكن. غصبني. مش ممكن اسيب العالم يتفرج عليا كده. هم متصورين ان لازم يخشوا في حياتنا ويعرفوا احنا بنعمل ايه. واحنا لازم نقعد كده ماشيين في الساقية واللف والدور فاهم؟ أيوة. فاهم يا يونس؟ هم متصورين كده. أيوة. ان احنا لازم نلف وندور حتى ما نشوفش ايه اللي تحت رجلينا. لا مفيش. ميه ولا مش ميه؟ ناشف ولا مش ناشف؟ مش ناشف. مفيش فايده. امسكيني معايا. امسكيني. ايوه كده اثبت معايا. ايوه احنا لازم. انت الامل يا يونس. هو راح فين؟ يمكن خرج يتمشى ورجع تاني. دي شنطته حاجاته مش موجودة. مش ممكن. ده أنا لسه سايبها من 5 دقايق. الله وهيهرب ليه؟ هو كان قاعد مرتبك وخايف وبقول لي أنا عاوز أخرج من هنا. وهيخاف من إيه؟ معرفش. تي مش قلت له إن أنا رجع له تاني؟ قلت له وقال لي إنه مستنيك بفارغ الصبر. يمكن استعواك. ها؟ أنا طب هيهرب ليه؟ لا الدفتر فين؟ الله. الخير. أهلا. مساء الخير. اهلا. مساء الخير. مش دي غرفة الدكتور حسان فهمي؟ ايوه يا فندم بس هو مش موجود. مش موجود؟ ايوه. يعني خرج بالسلامة؟ لا ابدا خرج اتمشى ورجع تاني. طب متشكر ابقى اجيله وقت تاني. نقول له مين حضرتك يا فندم لما يرجع؟ معلش افضل ان انا اعملها له مفاجأة. ده لو ما كانش دايس يعني. لا يا فندم ابدا ده احنا ناس بنقوم بالواجب. فرصة طيبة جدا. اشكرك. اتفضل يا فندم. شكرا. دكتور محمود ابوس ايدك اديني اجازه. في ايه ما تفهمين؟
الدكتور حسان. ماله؟ اتخطف. ايه اللي خلاكي تقولي ان الدكتور اتخطف؟ في اتنين جم زاروه من شوية. مالهم؟ كانوا ملخومين كده، هو ما كانش عاوز يقابلهم واتضايق قوي لما دخلوا الأوضة من غير استئذان. ما تعرفيش اسمائهم ايه؟ لا. ما شفتهمش هم خارجين؟ طلعتي احضر الحقنة بتاعت الساعة 7. مالوش اثر في المستشفى كلها، دورنا عليه في كل حتة. ايه اللي خلاكي تتصوري ان هم خطفوه؟ قلبي بيقولي ان هم اللي خطفوه. طيب لو شفتيهم تعرفيهم؟ من بين ألف واحد. طيب يا دكتور لو سمحت تبلغ الشرطة عن اختفاء المريض، وانت مدمازيل ما تسيبيش المستشفى، يمكن احتاجك. لا سيبها ازاي؟ دي لازم تستنى لما البوليس يجي. طبعا. طيب عن اذنك. ايه عملت انت ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ عملت ايه؟ انت اتجننتي؟ ايه اللي جابك هنا بقولك؟ وافقت ولا لا؟ لا ما وافقتش. طب وبعدين؟ وبعدين ايه؟ هنعمل ايه؟ المهم تخرجي من هنا حالا. طب استنى بس. طب اطلع لها انا. تطلعي فين؟ انت اتجننتي؟ انت عايزه تودينا في داهيه؟ يمكن توافي. مش هتوافي. هتوافي على ايه؟ يلا بس. استنى بس. نامت نامت نامت، خدت حبوب منومه نامت. يلا مال يلا بقى. اتخطف. المرجح يا فندم انه اتخطف في المستشفى، لكن عموما هو اختفى في ظروف غامضه. ده حادث مؤسف للغايه. أنا كنت فاكر يا فندم إن سعادتك عندك فكرة. تقصد إيه يا أستاذ عاصم؟ يا فندم أنا ما أقصدش اللي سعادتك فهمته. يعني بتتهمنا إحنا بخطف الدكتور حسان فهم؟ الحقيقة مش بالظبط يا فندم. لكن هو الحقيقة اختفاء وفي علاج المشكلة اللي بينكم وبينه، خصوصًا إنه رفض يصطلح مع الضابط بتاع حضرتك. أخ عاصم أنا هسامحك في الغلط ده. لكن ثق إنه لو صدر من حد غيرك ما كنتش قبلته اطلاقا. انت لسه شاب وفي بدايه حياتك، ولازم تتحرى بدقه قبل ما ترمي اتهاماتك الجزافيه بالشكل ده، خصوصا مع ناس بتؤمن بالواجب وتعرف الاصول زينا. ابراهيم بيه انا شاكر لسعادتك نصايحك الغاليه، لكن استاذ عاصم لو حبيت تستفسر عن اي شيء ارجو انك تتبع الطريق القانوني. انت راجل قانون ولازم تتصرف مظبوط، واعتبر المقابله انتهت. ايه اللي عملته بدنيتي بس يا ربي؟ كان ليا فين ده كله؟ كان ليا فين؟ ايه اللي حصل حد الظابط؟ الست تعيش انت. قتلت